بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 22. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله بلا كيفية، أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله وحيا، أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نعم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا في بيان نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل أمين الوحي، نزل به الروح الأمين يعني جبريل على قلبك، أي قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين، تنذر به الناس، تكون من المنذرين. فالله جل وعلا أنزل القرآن، تكلم بالقرآن، وسمع جبريل كلامه، تحمله عنه بأمره، ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه إياه، والرسول بلغه لأمته. هذا هو القرآن الكريم، منزل من الله، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، غير مخلوق كما تقوله الجهمية، وإنما هو كلام الله، تكلم به وحمله جبريل أمين الوحي، الروح الأمين. جبريل بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه لأمته بلسان، أي القرآن، بلسان يعني بلغة عربية، بخلاف الكتب السابقة، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى، فإنها بلغتهم. وأما القرآن فهو بلسان، أي بلغة عربي مبين، أفصح اللغات لغة القرآن الكريم، بلسان أي بلغة عربي، باللغة العربية الفصحى، مبين بين، ليس فيه غموض ولا لبس. وقد أنزله الله على رسوله منجما في مدة 24 سنة منجما. قال تعالى: ورتلناه ترتيلا، أي نزلناه منجما، ولم ينزل جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك تخفيف على الأمة، لأنه لو نزل القرآن عليهم جملة واحدة لشق ذلك عليهم، لكن الله نزله شيئا فشيئا. ونزلناه تنزيلا، في خلال 24 سنة عمر الرسالة. نعم. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين. نزل به جبريل عليه السلام. نعم.
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذا خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. على قلبك، على قلبك، والحكمة لتكون من المنذرين، تنذر الناس بهذا القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه القرآن إلى آخر الدنيا فإنه قامت عليه الحجة. نعم. بلسان عربي مبين. اختار الله لهذا القرآن أفصح اللغات، لأن اللغة العربية لهجات مختلفة حسب القبائل. هذا القرآن نزل بلغة قريش التي هي لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أفصح اللغات. نعم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. في ذلك إثبات العلو لله عز وجل، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، فالنزول نزول القرآن يدل على علو الله على 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 عرشه وسماواته. نعم. وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. الإنزال بحسب الأشياء. الحديد أنزل يعني من الجبال، ما هو بنازل من السماء، أنزل من الجبال. وكذلك الماء الذي نزل من أصلاب الفحول إلى أرحام الإناث، هذا إنزال من أصلاب الفحول إلى أرحام الإناث. فالإنزال يختلف، كل شيء إنزاله بحسبه. والقرآن نزل من عند الله جل وعلا، لم ينزل من الجبال ولم ينزل من أي مكان إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال إنزال من الله، والإنزال من الله يدل على علو الله سبحانه وتعالى فوق سماواته. نعم. قال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. حاميم الأول سورة المؤمن. حاميم تنزيل الكتاب. حاميم هذه حروف مقطعة تأتي في أوائل السور، وحاء هذه حاء، ميم حرفان مقطعان. فالحكمة من هذه الحروف المقطعة، كثير من العلماء يقولون الله أعلم بمراده، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا فيه بيان أن هذا القرآن المعجز الذي أعجز الجن والإنس مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، فهو إشارة إلى الإعجاز. هذه الحروف المقطعة في أوائل السور إشارة إلى الإعجاز، أن القرآن جاء من بهذه الحروف، بهذه الحروف التي تتكلمون بها، وهي اللغة العربية الفصحى، ومع هذا تعجزون أن تأتوا بسورة واحدة مثل القرآن، دل على أنه من عند الله عز وجل. نعم. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
فكل الآيات تدل على أن القرآن نزل من الله، أن الله تكلم به، حمله جبريل وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لأمته، وبلغته الأمة لأجيالها جيلا بعد جيل، وهو القرآن لم يتغير ولم يتبدل، رغم الأعداء ورغم الحاسدين ما استطاع أحد أن يزيد فيه حرفا أو ينقص منه حرفا، لأن الله تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. الكتب السابقة حرفت وبدلت وغيرت لأن الله وكل حفظها إلى الأحبار والعلماء، فدخلها التغيير. وأما هذا القرآن فإن الله تكفل بحفظه ولم يكل حفظه إلى أحد، لذلك بقي لم يغير منه حرف ولم يبدل منه كلمة كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن، هذا القرآن يعني تنزيل من الرحمن الرحيم وهو الله سبحانه وتعالى. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ إنزال القرآن فيه. والقرآن يطلق على كله ويطلق على بعضه، فالسورة تسمى قرآنا والآية الواحدة تسمى قرآنا. نعم. وقال تعالى: تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل، القرآن لا يأتيه الباطل، لا يدخله دس أو تغيير من بين يديه، يعني مما قبله، فليس قبله كتاب يكذبه، ولا من خلفه يعني من بعد نزوله إلى يوم القيامة، لا يجرؤ أحد أن يغير منه حرفا، رغم الأعداء والحاسدين والكفرة، لأن الله حفظ هذا القرآن فلم يتغير منه شيء، وبقي غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وسيستمر إلى أن يرفعه الله عند قيام الساعة، يرفعه الله إليه، منه بدأ وإليه يعود، يرفعه الله من المصاعب ومن صدور الرجال، فيصبح لا يوجد منه شيء، رفعه الله عز وجل، الذي أنزله هو الذي يرفعه، وهو على كل شيء قدير. نعم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هي ليلة القدر، أي ابتدأ الله إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقرقا المراد أن الله أنزله جملة واحدة إلى سماء الدنيا، إلى البيت المعمور في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا ومنجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول فيه نظر، وقد كتب الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي البلاد السعودية، كتب رسالة في كيفية إنزال، قال رحمه الله: الجواب الواضح المستقيم في كيفية إنزال القرآن الكريم.
نعم، وهي موجودة مع فتاواه المطبوعة. نعم. وقال تعالى: فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى اتبعه إن كنتم صادقين. تحدى الله الخلق من الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذه الآية من سورة الإسراء نزلت في مكة قبل الهجرة، وقد تحدى الله والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. في ذلك الوقت لم يتم أمره في بداية إرساله، ومع هذا تحدى الله الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور. قل فأتوا بعشر سور مثله، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله، ادعوا من يناصركم ويعينكم على الإتيان بعشر سور. تحدي بعد تحدي. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله اللي يقولون إن هذه مثل القرآن، هاتوا من يشهد لكم أن ما جئتم به يماثل القرآن. عجزوا عن هذا لأنه تنزيل من حكيم حميد. نعم. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. الذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين آتاهم الله التوراة والإنجيل يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعلمون هذا، وإن أنكروه مكابرة وحسدا إلا أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه من عند الله عز وجل. نعم. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قل نزله روح القدس، يعني جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس من ربك، من ربك. الله حمله جبريل، وجبريل بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو روح القدس. نعم. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى: المطر إنزال كل شيء بحسبه. الله أخبر أنه أنزل من السماء ماء. ليس المراد بالسماء السبع السماوات والطباق السبع، لا، السماء الارتفاع، ما ارتفع وعلى يقال له سماء. والماء المطر ينزل من فوق رؤوسنا، من السماء التي فوق رؤوسنا ينزل بأمر الله سبحانه وتعالى، ينشئ السحاب ويحملها الماء ويسوقها إلى حيث شاء، تفرغ ماءها في المكان الذي أمرها الله بإفراغ المطر فيه. تأتي السحابة محملة بالماء من فوق رؤوسنا ولا ينزل منها قطرة، تروح إلى مكان آخر تنزل فيه الماء الذي أمرت بإنزالها فيه. فدل على أن السحب مأمورة ومدبرة، لا ينزل منها قطرة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى: من السماء، يعني من العلو، من السماء الطباق، لا، السماء العلو. نعم. قال تعالى: أنزل من السماء ماء. نعم. والسماء العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن، والمزن السحاب. أنتم أنزلتموه من المزن، والمزن هو السحاب. تارة يقول من السماء، وتارة يقول من المزن، وتارة يقول من السماء يعني من العلو، والمزن في العلو. نعم.
وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن والمزن السحاب، وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ثجاجا يعني ينزل بقوة ويخرق الأرض ينفذ فيها. نعم. وإنزال الحديد والأنعام مطلق. وإنزال الحديد والأنعام مطلق. أي نعم، ما قال من السماء. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ما قال أنزلنا الحديد من مكان كذا. أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، منزل من الجبال، الحديد من الجبال، معادن يؤخذ منها الحديد في الجبال. نعم. فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ وهذا لا يشتبه إنزال الحديد بإنزال القرآن ولا بإنزال المطر، إنزال كل شيء بحسبه. نعم. وهذا الإنزال بهذا الإنزال، فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال. نعم. وهي عالية على الأرض، الجبال عالية من الأرض، ولهذا قال أنزلنا الحديد، أنزلناه يعني من علو الجبال. نعم. وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. نعم. وقد قيل، وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. كلما كان الحديد من مكان أعلى فهو أجود من الذي نزل من مكان أدنى، الله أعلم بها. نعم. والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث. نعم. أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يعني أصناف، أنزلها من أين؟ من السماء؟ لا، من أصلاب الذكور. نعم. ولهذا يقال أنزل ولم ينزل. نعم. يقول والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث. نعم. ولهذا يقال أنزل ولم ينزل. أنزل ولم ينزل، ولم ينزل يمكن. نعم. ولهذا يقال أنزل ولم ينزل. نعم. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. نعم. الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى الأرض للولادة. نعم. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطن. إيه نعم، مثل سائر الخلق الذكور يعلو ذكورهم على إناثهم من الدواب ومن الآدميين ومن كل المخلوق حتى الحشرات. نعم. وينزل شيء مشاهد. نعم. وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى. نعم. وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. نعم، من بطنها إلى الأرض وبطنها أعلى من الأرض. نعم. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من ابتدائية. أنزل لكم من الأنعام تكون من ابتدائية. نعم. الثاني أن تكون من لابتداء الغاية. نعم، تكون ابتدائية وتكون تبعيضية. نعم. وهذان الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. ومن الأنعام أزواجا، الأنعام لها أزواج من ذكورها، والآدميون لإناثهم أزواج من ذكورها، كل شيء من ذكر وأنثى. نعم. وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وصدقه المؤمنون، صدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم على ذلك لما قرأ عليهم القرآن آمنوا به،
وعلموا أنه منزل من الله سبحانه وتعالى، لأن لا أحد يقدر على أن يأتي بآية أو سورة من هذا القرآن، فهو من عند الله عز وجل. نعم. وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، صدقوا محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك، على القرآن أنه من عند الله حقا، لا يشكون في ذلك. نعم. الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على هذا الاعتقاد، أن القرآن منزل من عند الله، نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم. قوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس نعم كلام الله حقيقة لا مجازا كما تقوله المعتزلة والجهمية، أنه من الله، أن الله خلقه في جبريل أو خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كذب وباطل. القرآن منزل غير مخلوق، منزل من الله غير مخلوق كما تقوله الجهمية والمعتزلة وطوائف الضلال، وهو كلام الله حقيقة. يقولون كلام الله لا حقيقة وإنما مجاز، وقد كذبوا في ذلك. نعم. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. نعم. رده على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. نعم. رد المؤلف الطحاوي رحمه الله على المعتزلة والجهمية والأشاعرة ظاهر. نعم. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قائم بذات الله لم يسمع منه. يقولون مثل الأشاعرة والماتريدية، الكلام معنى قائم بذات الله، معنى قائم بذات الله، وهذا القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، حكاه جبريل، حكاه محمد، هذا قول باطل، بل هو من الله وتكلم الله به وحمله جبريل، بلغه جبريل لمحمد، بلغه محمد للأمة. نعم. رد على من قال، وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قائم قام بذات الله لم يسمع منه. إن عبر عنه هذا المعنى القائم بذات الله، هذا إن عبر عنه بالسريانية فهو التوراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو التوراة، وإن عبر عنه باللغة السريانية فهو التوراة، وإن عبر عنه بغيرها فهو الإنجيل، كذا يقولون، هذا كله تخرص وافتراء. نعم. وإنما إن عبر عنه بالسريانية فهو التوراة، إن عبر عنه بالعبرية فهو الإنجيل، هذا كذب. القرآن كلام الله، تكلم الله به حقيقة، والله سماه كلامه حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، نسبه لنفسه، فهو كلام الله حقيقة لا مجازا. نعم. وإنما هو الكلام النفساني، لأنه هذا عندهم الكلام النفساني،
هذا يقولون عبارة أو حكاية عن الكلام النفساني، هذا ما تقوله الأشاعرة والماتريدية، حكاية عن الكلام النفساني أو عبارة عن الكلام النفساني، هذا باطل، بل هو كلام الله حقيقة. نعم. لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة. فأنت إذا كان في نفسك، والله جل وعلا ينزه عن مقالتهم، أنت إذا تكلمت قال هذا كلام فلان، كلام فلان نطق به فلان حقيقة، ما هو مجاز. لماذا القرآن يقولون كلام الله مجاز، حكاية عن كلام الله، عبارة عن كلام الله؟ لماذا يقولون هذا ولا يقولون هو كلام الله حقيقة تكلم الله به وسمعه جبريل، تحمله من الله، بلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، بلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، هذا الذي دلت عليه الأدلة. نعم. لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما. الأخرس عنده قدرة لكنه لا يقدر على النطق، عنده الكلام قائم في نفسه لكن ما يقدر يعبر عنه، أخرس. نعم. ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله. نعم. ولهذا يمتهنون المصحف ويقولون إنه ما هو كلام الله، هذا حكاية، هذا كلام جبريل، كلام محمد عبر به عن كلام الله وهو المعنى القائم بذات الله، هذا كلامهم، ولا يرون المصحف له حرمة. نعم. ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هو كلام الله محفوظ في الصدور، منطوق بالألسن، مكتوب في اللوح المحفوظ، هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله تعالى الله عما يقولون. نعم. بل هو كلام الله حقيقة كلم الله به جل وعلا، الله سماه كلامه، فلماذا تحرفون تقولون ليس كلام الله إنما هذا مجاز، لأن الله خلقه فسماه كلامه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة. كما لو أشار أخرس كما لو أشار أخرس كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس. ولا يقال هذا كلام الأخرس، لأن الأخرس لا يتكلم ولا ينطق. نعم. فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. نعم. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه. نعم. وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس. نعم. لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه، لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي. الملك يعني الملك هو الذي أحدث نظم القرآن تعالى الله عما يقول. نعم. فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة.
هذا كذب وافتراء. نعم. ويقال لمن قال إنه معنى واحد، هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر. وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. امتاز موسى عليه السلام لأنه كليم الله، الله يكلمه وموسى يكلم الله عز وجل، فهذا الذي امتاز، ولذلك يسمى كليم الله لأن الله يكلمه ويأمره وينهى، يا موسى افعل كذا، يا يكلمه بأوامره سبحانه، وموسى يكلم الله عز وجل. نعم. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعض؟ هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ هذا بعضه، ليس جميع كلامه. نعم. فإن قال اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم سجود تحية، مو سجود عبادة، سجود تحية. نعم. فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. نعم. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، أحدها أقوال كثيرة ذكرها ابن القيم، أقوال كثيرة كلها تدل على التخبط، وأنهم ما عندهم شيء يستندون إليه في تخبطاتهم، ولو أنهم استراحوا وقالوا هذا كلام الله حقيقة تكلم الله به لا استراحوا ومشوا على الحق. ولكن هذه حكمة الله، أن من ترك الحق يبتلى بالباطل يتخبط. نعم. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معا، وهذا قول السلف. وهذا قول السلف. السلف. نعم. أي نعم. الثاني أنه اسم لللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. نعم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. ابن كلاب. نعم. الكلابية اللي أتباعه يقال لهم الكلابية. نعم. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. نعم. أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. إنما أتباع ابن كلاب. ولهم قول ثالث. ابن كلاب هو سعيد القطان، سعيد ابن القطان، سمي بكلاب لأنه شديد الجدل، شديد الجدل والمخاصمة. نعم. ولهم قول، وهو أخ ليحيى القطان المحدث. نعم. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن، أبي الحسن الأشعري يعني. نعم. أنه مجاز في كلام الله، حقيقة في كلام الآدميين. ولكن أبو الحسن الأشعري تراجع ومشى على مذهب الإمام أحمد، وصرح بذلك في كتبه. نعم. أما أتباعه فلم يرجعوا معه، وإنما بقوا على مذهب الكلابي. نعم. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله، حقيقة في كلام الآدميين،
لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحدا واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال فاسد. الأخطل هذا نصراني، النصارى عندهم أخطاء كثيرة، هو شاعر نصراني ليس بمسلم، يقول إن ولا ثبت عنه هذا البيت ولا وجد في ديوانه أيضا، إن الكلام لفي الفؤاد، يعني سمى كلام ولو لم ينطق به، إذا كان في نفسه وفي ذهنه سمى كلام، وهذا قول باطل، ما يسمى كلام إلا إذا نطق به. نعم. فاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد. الخبر الواحد لا يفيد اليقين عنده. نعم. ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل إنه مصنوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه؟ ولو ثبت عن الأخطل فالأخطل نصراني، والنصارى عندهم انحرافات كثيرة لا يحتج بكلامهم. نعم. وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصحة وعلى تقدير صحته عنه، فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه الصلاة والسلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت، أي شيء من الإله بشيء من الناس. أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟ وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة. نعم. وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وإنما النظم المسموع مخلوق، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام، فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. نعم، كانوا في الأول أول الإسلام تكلمون في الصلاة، يكلم الرجل من بجانبه، حتى نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام في الصلاة. نعم. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته. يتكلم عامدا بكلام لغير مصلحة الصلاة، أما لو تكلم لمصلحة الصلاة كما لو سهى الإمام وفتح عليه بكلام يفهمه الإمام فلا بأس بذلك. نعم. واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة،
إذا عرض في خاطره كلام ولكنه لم ينطق به هذا لا يبطل الصلاة، لأنه ليس كلاما وإنما هو هاجس من الهواجس. نعم. وإنما يبطلها التكلم بذلك. نعم، التلفظ باللسان. نعم. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام، الهاجس الذي في النفس اتفقوا على أنه ليس بكلام حتى ينطق به. نعم. وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. به أنفسها. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، فدل على أن ما حديث النفس ليس بكلام، ليس بكلام. نعم. فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم ففرق تتكلم وتجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، ودل على أن حديث النفس لا يسمى كلاما. نعم. وأخبر أنه لا يؤاخذ به، وبيت الأفضل مصنوع ما صح نسبته إلى الأفضل، وأيضا لو صح نسبته إلى الأفضل فالأفضل نصراني، والنصارى عندهم ضلالات كثيرة اللسان وهذا منها. نعم. ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. نعم. والكلام في لغة العرب ما تكلم به، لا ما خطر في النفس والهواجس، لا يسمى كلام. نعم. وأيضا ففي السنن أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فدل على أن المعتبر ما نطقوا به لا ما دار في خواطرهم. لمؤاخذون بما نتكلم به، ما قال مؤاخذون على ما يكون في نفوسنا من الهواجس. نعم. فبين أن الكلام إنما هو باللسان. نعم. فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. نعم. ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان. نعم، ما في خلاف هذا، إن الكلام ما نطق به لا ما دار في النفس ولم يتكلم به الإنسان. نعم. وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. نعم، تلاهم الله بالجدل والأخذ والرد، لأنهم تركوا الجادة الصحيحة، فابتلاهم الله بعلم الجدل والأخذ والرد ولم يتوصلوا إلى شيء. يقول واحد منهم: إني آتي إلى منامي وأجر الغطاء ثم أتذكر قول فلان وقول فلان وش رد عليه وش رد، يقول فيأتي الفجر وأنا على هذا ولا توصلت إلى شيء. نعم. ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر. نعم. فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة. نعم. ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر كالأفضل كبيت الأفضل يعني. نعم. فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة معروف هذا. نعم.
وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. نعم. ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وإن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع حكاية كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر. نعم. فإن الله تعالى يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ ولا شك بمثل هذا القرآن، هذا القرآن وهذا القرآن كلام مكتوب ومحفوظ ومقروء، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. وقوله لا يأتون بمثله يكفي، نقف عند هذا. نعم. أحسن الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى قول الشارح لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز؟ لا، يقول: لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز. نعم، كسائر الصفات، سائر الصفات نثبتها كما جاءت، نعرف معناها ولكن لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيفيتها، الكيفية لا يعلمها إلا الله. ومنه الكلام، كلام نثبته لله أن الله يتكلم، ولكن كيف يتكلم هذا كسائر صفاته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الأشاعرة يصرحون بأن القرآن مخلوق أو أن قولهم مستلزم لذلك؟ هذا إيش؟ يقول: هل الأشاعرة يصرحون بأن القرآن مخلوق؟ لا، الأشاعرة ما قالوا أن القرآن مخلوق، اللي قالوه الجهمية. الأشاعرة يقولون أن الكلام هو المعنى القائم بذات الله، هذا المعنى عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد، فنسب إلى الله عز وجل لأنه حكاية للمعنى القائم بذات الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله أن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا جملة في بيت العزة. نعم، هذا قالوا به أنه نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء، ثم نزل مفرقا بعد ذلك من بيت العزة على محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا بحسب الوقائع، ولكن هذا القول غير صحيح. قد رد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالته الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وبين قوله وقرآنا فرقناه؟ هل هو منزل مرة واحدة أو متفرق؟ يا أخي، القرآن يطلق على بعضه كما يطلق على كله، يعني نزلناه في ليلة القدر، أنزلناه في ليلة القدر يعني ابتدأنا نزوله في ليلة القدر. السورة الواحدة تسمى قرآنا، الكلمة الواحدة تسمى قرآنا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى قولهم عن كلام الله أن نوعه قديم؟ هذا يرجع لقول الكلابية، هو المعنى القائم بذات الله وهو قديم،
وهو كلام قديم، المعنى القائم بذات الله قديم، هذا بقدم ذاته سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من قال أن القرآن مخلوق فإنه كافر، يقول: فهل من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله يكفر بذلك؟ نعم، هذا يشبه القول الأول، يقول ما هو كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله، عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد، كله أقوال باطلة. من ترك الحق يبتلى بالباطل والتخرصات، قل هو كلام الله خلاص، ما كلفك الله في هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول لفظي بالقرآن مخلوق؟ تلفظي، يعني لفظي يعني تلفظي بالقرآن مخلوق. نعم، تلفظ مخلوق، أما الملفوظ به وهو القرآن غير مخلوق، في فرق بين اللفظ والمتلفظ به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الإنزال والتنزيل؟ الإنزال والتنزيل، تنزيل شيء فشيء، وأما الإنزال فهو جملة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى قولهم أنزله على لسان الملك؟ منهم اللي قالوا كذا، ما قال، ما أعرف أحد قال هذا، أنزله على لسان الملك، ما أعرف هالكلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل؟ نعم، تأكيد حق أنزلناه أي القرآن، وبالحق نزل، المعنى واحد من باب التأكيد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل صفة الكلام لله تعالى صفة ذاتية أم فعلية؟ صفة فعلية، صفة فعلية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف تكون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحيا يوحى إليه فيها؟ معناها وحي من الله، واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول: وهل نقول عنها أنها حكاية عن كلام الله؟ لا، نقول أنها كلام الرسول، معناها من الله ولفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته؟ نعم، على صورته، سميع بصير متكلم إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل البوصيري صاحب كتاب مصباح الزجاجة هو غير البوصيري؟ لا لا، هذا المحدث، لا، صاحب البردة غير البوصيري صاحب المحدث. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن يقول عن العزة، يقول: ولا عزة بعدها، يقول: هل معناه أنه لا يوجد بعدها أصنام تعبد في جزيرة العرب؟ ما توجد العزة، العزة انتهت خلاص، قتلت وانتهت، والشجرة قطعت، أن تسمعها الحين العزة ما تسمع لها ذكر لأنها انتهت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لدينا إمام في إحدى القرى في بلدنا، يقول: يجهر بالاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم بمكبرات الصوت، ويقول: يا رسول الله المدد، فما حكم الصلاة خلفه؟ لا يجوز، هذا مشرك، الذي يطلب من الرسول الحاجات والمدد ويناديه هذا مشرك، فلا يجوز الصلاة خلفه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قولهم وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ما المقصود بقول إلا بما شرع؟ بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم،
فعبادة الله بغير ما شرعه الرسول مردودة، لأنها بدعة، كل بدعة ضلالة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم استعمال، يقول ما حكم ذكر الله بلفظ الجلالة فنقول الله الله؟ لا، هذا ما هو ذكر الله الله الله، هذا ما هو ذكر، لابد يكون جملة، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو، لازم جملة مفيدة. أما الاسم المفرد الله الله هذا ليس بذكر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نرد على من يأتي بأبيات من الشعر مثلا ويقول وصفا لفصاحتها أنها مثل القرآن؟ أسأل الله العافية، هذا كلام باطل، تشبيه لكلام المخلوق بكلام الخالق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم تكرار بعض الكلمات من آيات القرآن في الرقية؟ مثل يقول تكرار الآية لا بأس، تكرار كلمة واحدة، يقول مثلا وبطل ما كانوا يعملون، يقول بطل بطل بطل، يقول في قوله وبطل ما كانوا يعملون، يقول بطل بطل بطل، مثل الآية كما وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، السحرة يعني سحرة فرعون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكر شارح الطحاوية عند قول المؤلف ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، كلاما مفاده لما اتخذ الله إبراهيم خليلا وسأله أن يهبه ولدا صالحا، يقول إلى آخره، إلى أن قال: فأخذ هذا الولد مشعبة من قلبه، فغار الخليل على خليله أن يكون فيه مكان لغيره ليظهر سر الخلة، فهل يجوز قول مثل هذا الكلام عن الله؟ نعم، هذا معنى صحيح، إن الله سبحانه وتعالى ما يريد من إبراهيم أن يتخذ خليلا غير الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم مصافحة النساء الكبيرات في السن من القواعد؟ لا يجوز هذا، مصافحة بالكلام، السلام بالكلام والمخاطبة بالكلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، لا تحل له، وإنما كان يبايع النساء بالكلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: امرأة تحيض في وقت معين من كل شهر ثم استخدمت حبوبا لرفعها، يقول: فلما جاء ذلك اليوم في رمضان نزل عليها دم لمدة 3 أيام في رمضان ثم انقطع وهو كدم العادة، فهل صيامها صحيح وهل هو دم حيض؟ نعم، دم حيض، وصيامه غير صحيح، تقضي الأيام التي ينزل عليها فيها الدم تقضيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم تغطية الرأس للرجل في الصلاة؟ أجمل، لا شك أنه أجمل، فكان الإنسان يتجمل للصلاة أفضل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوبا لمنع الحيض لأداء العمرة؟ لا بأس بذلك، يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في أثناء صلاتي انفجر علي جرح البواسير وخرج دم وصديد، فما حكم صلاتي؟ إذا كان كثيرا
فإنها تبطل الصلاة. أما إذا كان يسيرا فلا بأس بذلك ولا يؤثر على الطهارة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أعيش في بلاد الكفر وأخشى أن المحكمة تحكم علي بأنني إرهابي وأن تأخذ مني أولادي بسبب التزامهم بتعاليم الإسلام، يقول في المدرسة كما حصل لبعض الإخوة هناك، يقول ولا أستطيع الهجرة، فهل لي أن أجمع من صدقات المسلمين حتى أهاجر؟ أجمع إيش؟ من صدقات المسلمين حتى أهاجر. يعني يعينونه على الهجرة؟ طيب، هذا شيء طيب، لكن الزكاة لا، صدقات تبرع لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم النحنحة الكثيرة في الصلاة؟ للحاجة لا بأس، للحاجة لا بأس بذلك، ما لغير حاجة فلا يكره، وإن بان حرفان من مع النحنحة بطلت الصلاة، لأن الحرفان كلمة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم تلوين الصور من ذوات الأرواح؟ لا تجوز الصور ولو ما لونت، ما يجوز إلا ما كان من الصور ضروريا، فإنه بقدر الضرورة فقط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قتل بعض الحشرات كالنمل مثلا؟ لا يجوز إلا إذا كان مؤذيا، فيقتل بغير النار، النار لا يقتل بها، لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في بعض البلاد يرتفع فيها أسعار العلاج ولا نستطيع شراء العلاج، يقول فهل يجوز لنا التأمين؟ إذا احتجتم إليه ضرورة لا بس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الفراسة يعطيها الله للمؤمن؟ نعم، قد يعطيها الله، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، هذه الفراسة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يسأل عن أفضل الكتب لحفظها في الأذكار. الوابل الصيب لابن القيم. طيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا نويت بيع جزء من بيتي هل علي فيه زكاة؟ يقول: إذا نويت بيع جزء من بيتي هل علي فيه زكاة؟ إذا حال الحول على النية، تم الحول بعد النية، فعليه زكاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: مر بنا في درس الفجر يقول أن الغضب مذموم. يقول: مر بنا في درس الفجر أن الغضب مذموم، فهل يدخل في هذا الوصية؟ يقول: هل يدخل في هذا الغضب لله؟ لا، ما يدخل الغضب لله، هذا إنكار منكر. نعم، لا يدخل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أكل لحم طبخ في قدر طبخ فيه لحم خنزير ولم يغسل؟ لا، ما يجوز، لأن يبقى في القدر أو الإناء يبقى فيه آثار الخنزير، لا بد من غسله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل يغتاب زوجته ويقول أمام أصدقائه، يقول سأطلقها وهو يعيش معها، هل تطلق بكلامه هذا؟ إن كان قال طلقتها تطلق، أما سأطلقها هذا ما يحصل فيه شيء، لأنه ما لأنه يقول سأطلقها، هذا وعد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الموت في المدينة سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الموت في المدينة سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
سبب الاتباع، سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه. أما المدينة مات فيها المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار، ما هو مجرد الموت في المدينة سبب للشفاعة، السبب هو الاتباع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الرد على من يقول بأن الصحابة رضي الله عنهم تقاتلوا في الخلافة والسلطة؟ إن شاء الله العافية، هذا كلام باطل ولا يجوز، يمسك عما شجر بين الصحابة ولا يدخل فيه إلا على طريق الاعتذار لهم، أما الدخول فيه تخطئة بعضهم هذا لا يجوز. نعم. صلى الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من صام يوما وأفطر يوما فوافق صيامه يوم السبت، فوافق صيامه يوم السبت، يقول هل يصومه منفردا؟ اي نعم، لأنه ما صام على أنه يوم السبت، صامه على أنه تابع لصيامه المعتاد له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول الله تعالى فناداها من تحتها، من هو المقصود هنا؟ ابنها، عند الطفل ناداها من تحتها، يتكلم في المهد عليه الصلاة والسلام. نعم. في قراءة فناداها من تحتها، من تحتها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يكون الخروج من الصلاة عندما تقام الصلاة؟ هل أسلم أم أنصرف؟ يقول: كيف يكون الخروج من صلاة النافلة عندما تقام الفريضة؟ هل أسلم أم أنصرف بدون تسليم؟ أنصرف، يعني اقطع الصلاة وانصرف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بعض الرياضات كالكاراتيه مثلا عندهم تحية ركوعية، يقول ما حكم هذا الفعل؟ لا يجوز الركوع إلا لله عز وجل، لا يجوز. الانحناء تعظيم، من باب التعظيم هذا ركوع، ولا يجوز إلا لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الجهمية كلهم كفار؟ المقلدون منهم غير علماءهم، المقلد ما يدري. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من كان نازلا في مكة ثم ذهب إلى مطار جدة ثم رجع إلى مكة لأداء العمرة، فمن أين يحرم؟ يحرم من الميقات الذي يمر عليه، إذا نوى العمرة في جدة يحرم من جدة، هي ميقات، من حيث أنشأ. من كان دون ذلك أي دون المواقيت فمن حيث أنشأ، أي من حيث نوى، يحرم من جدة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هناك بذرة تسمى بذرة الكفير، يقول عند تخميرها تطلق، يقول عند تخميرها تطلق كمية قليلة من الخمر، يقول فهل يجوز استعمالها للعلاج؟ لا تداوى ولا تداوى بحرام، والخمر لا يجوز التداوي بها. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنها داء، لما سأله الذي قال أنا أصنعها للدواء، قال صلى الله عليه وسلم: أما إنها داء وليست بدواء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا زاد الإمام في الصلاة أثناء التشهد الأول وقرأ الصلاة الإبراهيمية، فهل يسجد للسهو؟ لا ما يسجد للسهو. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.